بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نواصل حديثنا بحول الله وقوته في بحث الكبر، وكنا نتناول في هذه الحلقات كيف استكبرت هذه الأمة على رسول الله ورفعت رجالا منهم فوق رسول الله وقالت بالخيرية فيهم عن رسول الله، وذكرنا ثلاثة أمثلة في الحلقات السابقة تبين فيها أن عمر أفقه لحديث رسول الله ولقول رسول الله من رسول الله، ويعلم عواقب بشرى رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلمنا كذلك أنه أشد على الشيطان من رسول الله، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، بينما الشيطان يسلك فج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك علمنا أن عمر يرى عز الإسلام ولا يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقول يوم الحديبية: أنعطي الدنية في ديننا؟ وجعل يشاغب على رسول الله ويزايد على رسول الله في معرفته بالدنية في الإسلام وعز الإسلام. وذكر ذلك في الكتب على أنه من الثناء العريض والتمجيد لعمر بن الخطاب، بينما نحن نقع في واقع الأمر في سب لله سبحانه وتعالى الذي اصطفى محمد وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعلو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من خلق الله فقها ولا شدة على الشيطان ولا إعزازا للإسلام. قل: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بعد ذلك فسبق عمر عز الإسلام عن رسول الله، كان عمر للإسلام عزا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أعطي الدنية في ديننا، هو عارف إيه الدنية وإيه العلية وإيه الشموخ وإيه العز، فأقررنا بذلك لعمر. نواصل النهاردة إن شاء الله الحديث كيف رفعت هذه الأمة كذلك عمر عن رسول الله في مواطن شتى، منها مثلا ما يروى في البخاري كذلك عن ابن عباس، الحديث ده صفحة 237، باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. بيقول إيه ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا، وجعل يعدد يعني أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليه. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب، فهذه الآيات تبين خطأ عمر يا ترى، ولا تبين أنه كان أشد وأكره للمنافقين من رسول الله؟ عندما تطرح على الساحة تبين أن عمر أشد وأكره للمنافقين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أشد بغضا للكفر والنفاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الآيات جاءت تنزل تؤيد عمر. الآيات جاءت تؤيد مين؟ تؤيد عمر، وتطرح في المساجد وعلى المنابر وبين صفحات الكتب على أن هذا الرجل له من الفضل والكرامة ما يثبت أن القرآن يؤيده هو ويخزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هذا إن دل على شيء يدل على جرأة هذا الرجل على الرسول لا بغير حق، لأنه إن صلى فهو بإذن الله
وإن لم يصلي فهو بإذن الله، فهو لا يتحرك قط بهوى ولا يصنع شيء بغير علم وحاشا، وما ينطق عن الهوى، كل منطوق اللي كان بيكلم ده كلام وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فلما يأتي الوحي ويغير له موقف يبقى ده إراء، ده تكريم الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن جعل هذا تكريما لمن؟ لعمر، أن لله وإن إليه راجعون، وأن القرآن يؤيد عمر ويوافق عمر ويخالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا، ده دليل قاطع على جرأته بغير حق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه هو نفسه اللي قال كده. شوفوا نفسه بيقول إيه، قال: فعجبت بعد ذلك من جرأتي على رسول الله يومئذ. لكن أنتوا عمركم أبدا ما تعجبتوا من جرأة عمر على رسول الله؟ عمرنا سمعنا حد من الخطباء اعتلى منبر أو أحد الناس كتب في كتاب له يقول فيه أن عمر كان جريئا على رسول الله ولا تحق له هذه الجرأة؟ هو اعترف نفسه بكده، لكن الأمة جعلت هذا لعمر منقبة وفضل ودرجة عليا. القرآن يوافق عمر، فنزلت الآية يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، زي ما قال عمر. شفتوا الوجهات الأمة متجهة لإيه؟ وجهة الأمة نفسها. يمكن عمر ما كانش متجه لهذا الأمر في هذه الحادثة بعينها يعني مثلا، لكن الأمة اتجهت بهذا الاتجاه وأخذت هذا السياق: تكرم رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفضل رجلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترى فيه من الموافقة لأمر الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن عمر يوافق مراده وأمره وحسه أمر الله، بينما رسول الله ليس كذلك. إن لله وإنا إليه راجعون. ترفعون رجلا فوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذه الأحداث اللي هو نفسه بيقول: عجبت من جرأتي على رسول الله، وكم كان جريئا يوم الحديبية، وكم كان جريئا يوم كذا، ما من موقف وقفه إلا أثبت فيه الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنكم أنتم لم تتحدثون قط ولم تتناولوا هذا الأمر، بأن نوع من الـ من الـ من الـ من السوء اللي بيرتكبه عمر، أو نوع من الخطأ اللي بيرتكب عمر في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سيق كل ذلك في سياق التكريم لعمر، وأن عمر أحرص على الإسلام من رسول الله، وأشد على الشيطان من رسول الله، وأنه أفقه لعواقب الأمور ولبشريات رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن بيصبح في نهاية المطاف، نسأل الله العافية والسلامة، يعني لما لو رجعنا الحادث اللي احنا ذكرناه في صحيح مسلم من قبل، وأنه لم يقبل رواية الصحابي أبو هريرة لما راح يقول له: بشر من لقيت يشهد أن لا بالجنة، فلم يقبل منه الرواية. ولما جاءه بالشاهد على صدقه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالشاهد أصلا عنه. ولما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفهمه يقول: أنت قلت له كذا وكذا يا رسول الله؟ فقال له: نعم النبي أنا قلت له ذلك. تبين عندها أن رسول الله مخطئ. شفتوا العجيب؟ يعني معنى كده كان محق في تخطيئته لأبي هريرة، محق لرفضه للشاهد نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محق أن يروح يراجع رسول الله لأنه حيكتشف أن رسول الله إيه؟ أخطأ. شفتوا العجائب التي لا مثيل لها؟ ايه اللي حيرجع في صدور الناس من مثل هذه الروايات؟ ان المرجعية العليا في هذه الامة يجب ان تكون لعمر مش لرسول الله. لان لما عمر راجع ابو هريرة رفض روايته ورد عليه الشاهد اللي كان بيشهد به ان عليه رسول الله، وده الكلام فصلناه قبل كده، وراح يستفهم رسول الله من الموضوع، فالرسول قال له: نعم أنا قلت له حدث وخذ النعلين كشاهد لي على. فإذا برسول الله يكتشف أنه أخطأ، إيه اللي حيثبت في ذهن الناس أن كل المواقف اللي اتخذها عمر دي كانت صحيحة؟ ده أنت لو أنتوا مثلا سمعتوا أن في واحد بيكذب أبا هريرة
ولم يأتي بشاهد على صدق روايته مثلا، ما جبدناش قميص رسول الله وقال هذا قميص رسول الله أعطانيه وقال لي كذا وكذا، تعتبره كافر. يعني بتعتبر اللي يرد رواية أبا هريرة مجردة بغير شاهد على صدقه كافر. أما لما يأتي بشهادة يبقى إيه؟ أما لما بدأ نروح نراجع النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد أبو هريرة كده في دينا ونروح نقول يا رسول الله أنت قلت أبي هريرة كذا وكذا فيقول كذا وكذا فيقول لا ده حق، يبقى قامت علينا الحجة وكفرنا إحنا بكل وسائل الكفر والعياذ بالله. لأن ثبت أن أبو هريرة صادق وثبت أن معاه شاهد من رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم شهد بكده، وإحنا ما نشهدش ده نبه، إحنا مش كفار، ده إحنا بقى اللي إحنا اللي أسدنا إبليس شخصيا، إحنا اللي ضللناه وما خلناهوش يشهد لمين؟ لآدم بالفضل، وأبى أن يسجد بسبب كلام نحن. إنما لما يحدث ذلك من عمر يتبين رسول الله أخطأ، ليبقى المرجعية العليا في هذه الأمة لعمر يقينا مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد نحن لا نقدر الأمور بقدرها ولا نزن الأمور بوزنها، وكأن القرآن له ميزان محدد علينا نحن ولا يطبق على عمر بن الخطاب. فإذا اللي حيرسخ في أذهاننا يقينا أن عمر بن الخطاب هو المرجعية العليا وليس عليه غبار، ممكن غبار يكون علينا على رسول الله على الروايات اللي بتروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر لا هو فوق كل هذه الشبهات. ولذلك نلاقي إيه الأمة سقطت في مصائب كثيرة جدا، منها مثلا على سبيل المثال أن عمر مثلا ممكن يصل به الحال أن يكون أغير على حرمات رسول الله من رسول الله. والرواية الصحيحة اللي موجودة في صحيح البخاري وفي مسلم أن الله يغار والنبي يغار وليس أحد أغير من الله، فلذا أحل الحلال وحرم الحرام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمر وأنا أغير منك، أنت تغار وأنا أغار وأنا أغير منك يا عمر، إلى آخر الروايات اللي جاءت في غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بينا نكتشف فجأة أن عمر أغير من رسول الله، على مين؟ على حرمات رسول الله مش على حرمات المسلمين. مثلا الرواية اللي بتروى في البخاري ومسلم المعروفة اللي بتقول فيها إيه عمر وافقت ربي عز وجل في ثلاث، وافقت ربي عز وجل في ثلاث، هو طبعا المؤمن بيوافق ربه في كل ما يقول وما ينزل، مش عايز تعليق يعني، لكن هو يقصد يعني تمنيت فجاء أمر الله موافقا لمرادي، هذا المقصد من هنا يعني. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البار والفاجر فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب اللي هي وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، الآية 53 في سورة الأحزاب. وكذلك يعني إيه وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأنا عليه في الغيرة عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن، فنزلت كذلك. عايزين نعرف معنى الكلام ده إيه، خلفيته إيه، يعني مدلوله إيه بالضبط، يعني إيه لما يقول يعني وفقني ربي في كذا فقلت يا رسول الله يعني لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. معناها أن عمر له من الحس الإيماني والصفاء الفطري والإخلاص مع الله بروحه إلى أن يدرك أن هذا الأمر يستوجب أن يكون في شرع الله كذا، يعني الطينة اللي خلق منها طينة صافية نقية كريمة منسجمة تماما مع المراد الإلهي. ممكن يكون في مؤمن كده مش مشكلة، إنما المصيبة دايما اللي انتوا حاطينها أن يسبق رسول الله في ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الطينة التي خلق منها صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيها من السوء شيء،
طينة نقية طاهرة مطهرة، مش ممكن مخلوق على وجه الكون يسبقه إلى ذلك. احنا عارفين ان محمد خير الرسل وخير الأنبياء وخير خلق الله، فمعقول عمر بن الخطاب يسبقه بصفاء الفطرة والسريرة إلى أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعرف قدر المقام. وعشان بس نبقى عارفين الإشكالية دي لازم نشير إليها، لأن احنا في كل مرة بنقف أمام أمور مجهولة في منهجنا كأهل سنة، ما نعرفش القضايا دي بتدل على إيه، يعني أنها ما كانتش موضع دراسة ولا موضع تفصيل، دي موضع إغماض بنغمض عنها. مقام إبراهيم ده اللي هو الحجر اللي لما سمع إبراهيم وهو ينادي وأذن في الناس بالحج كان أول المستجيبين لأمر ربه، فانماع فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام في الإيه في هذا الحجر، هذا العبد الصالح، هذا المخلوق الطاهر لما سمع نداء خليفة الله انماع ذاب ولان، فغاصت قدم إبراهيم فيه. فأصبح المسلم لما يشوف هذا المكان يتأثر ويدرك كم لان الحجر لخليفة الله، وكم كان مستجيبا لأمر ربه، مذعنا لخليفة الله، محبا ملبيا للنداء. فلما يصلي في المكان ده فيها ذكرى. طب انتوا حتى تعرفوا عمر ده أخلاقيات عمر، ده عمر مش على الحجر، ده جعل الحجر الأسود وهو ملاك أكرم من هذا المقام، قالوا إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. دي أخلاقيات عمر، مش كان بقول للحجر أنت حجر لا تنفع ولا تضر؟ إمتى بقى قدر مقام إبراهيم وقال نصلي في هذا المكان ونخشع لربنا كما خشع هذا، يسبق رسول الله في ذلك. لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، أكن هو هيكون أغير على نساء رسول الله من رسول الله؟ ده أكيد اللي يتصور هذا فقد صوابه وفقد عقله وفقد دينه، فقد منه دينه لا ريب. من يتصور إن عمر يسبق رسول الله في الغيرة على نساء رسول الله؟ طب خليها على نساء، إنما على نسائه هو، جرأة عجيبة إنه يعلم إنه يجب إن النساء لما يخطئن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه يقل لهن ذلك، ولا يدرك ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا التصور ناتج عن محصلة موروثة في عقولنا، أن عمر له من الكرامة والفضل ما يفوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغت الجرأة بالرواة والمحدثين أن يذكرون مثل هذا من باب تفوق عمر وانتمائه لكتاب الله وانتمائه لربه عن انتماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بقول لكم لما عمر كان متجرئ على رسول الله وهو أدرك هذه الجرأة، لم يتكلم أحد من علماء الأمة في جرأة عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرأة التي بلغت الذروة يوم الحديبية وهو يحرج رجع الرسول، أي فتح هذا؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، يقول أي فتح هذا؟ ده بتعتبرون ترد للقرآن ورد لتنزيل الله وتكذيب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من عمر يصبح هدى ونور. ليه؟ لأن هذا الرجل كان في أمتنا موضع ثقة عن رسول الله وموضع إعظام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ريتكم خلتوه مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم، ده انتوا فوقتوها على رسول الله. لما إجا الكذابين والأهل الافتراء يفتروا جعلوا من مواقف لعمر منقبة ثم عمموها، ولذلك في الروايات ديت هنبقى نذكرها إن شاء الله بعد ذلك، منها ما هو مكذوب ومنها ما هو صحيح، يعني حدثت هذه المواقف. يعني لما بيقول عجبتم ده حدث فعلا، ده في صحيحكم موجود،
لكن مش ممكن أبدا يكون عمر أشد على الشيطان من رسول الله وتتقول ذلك على لسان رسول الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول إنك إذا سلكت فجا سلك الشيطان فجا غيره، مستحيل هذا يخرج من رسول الله. لكن بتكلم على العرف العام في الأمة التي وقعت في الكبر من أوسع الأبواب ومن أشد الأبواب جهالة على الله وعلى رسوله، في أن يقابل فضل رسول الله بفضل يفوقه عمر فيه على رسول الله في فضل الرسالة. يعني زي ما ذكرنا إبليس كان بيتصور بيقول أنا خير منه، فما قدرش يقول أنا خير منه في العلم أو أنا أعلم بالأسماء منه، لأنه ما عندوش حاجة زي كده. احنا عارفين لو جينا نناقش الناس ونقول لهم يا جماعة انتوا ممكن تشوفوا عمر أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من رسول الله، هيقول لك لا ما فيش حاجة زي كده خالص في علم أو في فضل، يقول لك لا ما فيش حاجة زي كده. لكن جاءت السياقات كذلك، أركسنا في هذه المصيبة إركاسا وسقطنا فيها سقوطا بلا وعي ولا إدراك، وصرنا نحمد هذه الأشياء ونمجدها ونفخمها ونعظمها بلا وعي ولا إدراك، وكأن الكبر ده أصبح إيه خمر أسكر وأزهل عقول في غفلة ساهون، ما ندريش عواقب هذا الجرم البشع في تكريم عمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما يجي واحد يقول إن عمر يسبق رسول الله فهو اتخذ من مقام إبراهيم وصلى، ينزل القرآن موافق لعمر والرسول صلى الله عليه وسلم موجود بين ظهران الأمة فيسبق رسول الله في الوصول إلى هذه الأشياء، حتى في حرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الغيرة على نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، عمر أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده الروايات عندكم بتقول لا مستحيل يكون أغير. طب إزاي تنزل الآيات موافقة لقوله هو ولا تنزل موافقة لمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليه ما كانتش نزلت موافقة لمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن لله وإنا إليه راجعون، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.